بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن السحاب. يقول العلماء أن هناك آلاف الأشكال من الغيوم في السماء بأعداد لا يمكن حصرها أو عدها، ويتعجبون من الطريقة الرائعة التي تتشكل بها هذه الغيوم، ويقولون أن الذي ينظر إلى الغيوم يدرك وجود نظام محكم تتشكل وفقه هذه السحب العملاقة. فشكل الغيوم ليست عشوائية، إنما تأخذ تشكيلات رائعة وكأنها لوحة رسمها فنان ماهر. ولكن الرياح لها دور أساسي في تشكل هذه الغيوم. والعجيب أن القرآن حدثنا عن قدرة الله تعالى في بسط هذه الأشكال الرائعة ودور الرياح في إثارة وتشكل هذه السحب. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. سورة الروم آية 47. ألا تشهد هذه الآية على عظمة كتاب الله تعالى؟ والله أعلم.